السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هذه اول مره غادي تشوفوا وجهي في القناه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتستمتعوا به. الا كنتوا اول مره غادي تشوفوا القناه ديالي، كنتمنى تدعموا القناه ويعجبكم المحتوى ديالي. فانا القناه ديالي كنقدم فيها مجموعه ديال المحتوى، كنقدم الطبخ بالاساس لانني كنحماق على شي حاجه سميتها الطبخ، وكندير مشتريات بما انني كنعشق المشتريات. كل البنات كنحماقوا على الشراء وهذا الشيء، فكندير حتى المشتريات والسفر وكل شيء. فبالنسبه للفيديو ديال اليوم، بلا ما نطول عليكم، كنتمنى يعجبكم المحتوى. كيف ما قلت، الفيديو ديال اليوم غادي نكتشفوا فيه شنو شريت من جوميا في بلاك فرايداي اللي كاين هذا الشهر. هذا كاين بزاف ديال لي سولد، بزاف ديال التخفيضات، وانا من اكثر المحلات اللي كنشري منهم ولا البلايص اللي كنشري منهم هي جوميا. كنثق فيهم والخدمه ديالهم مزيانه صراحه، التوصيل مهم. كاين بزاف الناس عندهم تجارب خايبه، ولكن التجارب ديالي الحمد لله كانت دائما مزيانه. فغادي نشارك معكم شنو شريت هذه المره. ماشي بزاف ديال الحوايج، ولكن شي حوايج اللي انا شحال وانا باغا نشريهم. متحمسين؟ انا متحمسه باش نشوف، مازال ما حليتش. اول مره غادي نصبر انني ما نحلش البوكس قبل ما نسجل، ولكن هذه المره انا قلت غادي نحلها معاكم قدامكم باش نكتشفوها جميعا. يلا واجدين. يلا بسم الله. احسن مرحله صراحه هي هذه. ضروري جميله كيصيفط لكم هذا الملح، ضروري كيتقلوا بها الميزان. عرفتش كيفاش ندير او هذا هما المشتريات ديالي هذه المره. ماشي بزاف كيف ما قلت، ولكن راه مهمين بزاف. نكتشفوا البوكس الاولى شنو فيها. انا متحمسه. هادي صبرديلا مشان تقطعها في هذا اللون، كان كيجيب لي الله غو البيج بانت غوز. صراحه ما كنتش باغاها في هذا اللون، كنت باغا البيج. هكي كتبان زوينه، كتبان كاليتي زوينه. نايك هادي كتجي مع اللباس يعني كامل، سبور ولا كلاس كتجي زوينه. فهادي هي صبرديلا الاولى. انا خلاص كنلبس 40، ان شاء الله تجي قدي، كتبان كبيره. هادي صبرديلا الاولى، دابا ندوزو صبرديلا الثانيه. هادي ان شاء الله ما تكون كحله، ما تكونش لون اخر. اوه صراحه زوينه. هادي هي كتجي بحال هكا، غبرتها كتجي غليظه من الداخل، رطبه وكتجي هكا، يعني ديال الجرا خفيفه، ما تقيلاش صراحه، خفيفه وزوينه. هادي هما، هادي هي المشتريات ديالي لهاد المره، يعني جوج ديال صبرديلات. خاطر كنشري بزاف من جوميا، وخصوصا كنشري من لي بوتيك اوفيسيال. يعني فاش تبغيو تقداو من جوميا، ما تقداوش من اي ماركه بحال مثلا جينيريك، ما كنتيقش فيهم. ماشي انا ما كنتيقش فيهم هما، ولكن ملي كيكون مكتوب جينيريك كتعني ان هاد الماركه هادي ما معروفاش شكون، يعني ماشي بوتيك اوفيسيال، ماشي شي حاجه اللي غادي تثيقوا فيها، وما غاتجيكمش كيف ما كتخيلوا كيف ما كاينين في التصاور. فملي كتشري بوتيك اوفيسيال كتكون بالزرق ديال نايك ولا ديال اديداس ولا ديال اي ماركه اخرى، ما بغيتش نذكر بزاف الاسماء. كاينين لي مارك معروفين اللي نتوما كتكونوا كتثقوا فيهم في الواقع، هما اللي تشريو منهم، ما تشريوش من اي ماركه باش التجربه ديالكم كتكون ناجحه. وبالنسبه للجوميا طبعا، الا بغيتوا تقداو منها وما عجبتكمش شي حاجه، مثلا انا هذه ما عجبنيش اللون وبغيت نبدلها، راه نقدر نبدلها سيغ بلاص، راه غادي نرجعها لهم وغادي رومبورسيوني، اما عن طريق كوبون اللي هو يعني قسيمه شراء، او لا عن طريق كاش بلس. كتمشي لاقرب كاش بلس عندكم وكيصيفطوا لك فيها واحد الكعطه واحد الكود، كتمشي عندهم كيخرج كتخرج الفلوس ديالك، ما كاين حتى شي مشكل. زعما ما كيقطعوا لك منها ما والو، وهذا لافونتاج ديال انك تشري. يعني حتى الا ما جاتش قدك الحاجه، كدير داك كتبلغهم بانك ما عجباتكش اولا ما جاتش قدك اولا فيها شي ديفو ولا اي حاجه، وصافي والنبي عليه السلام، يعني كيردوا لك فلوسك وما كاين حتى شي اشكال. فانا يعني بدلت شحال مره، بدلت الحاجه شحال مره، يعني رجعتها لهم رجعوا لي الفلوس وما كاين حتى مشكل. ودابا نفس الشيء راني يعني غادي نقيسهم، جاو قدي غادي نخليهم، ما جاوش قدي نقدر نرجع، ما كاينش مشكل. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم وكيعجبكم بهذا المحتوى، قولوا لي في الكومونتير شنو هي كيف كانت التجربه ديالكم بعد التسوق عن طريق جوميا او لا في اي موقع اخر. ولا عندكم شي افكار او لا اقتراحات لفيديوهات اخرى، غادي نكون فرحانه انني نقرا التعليقات ديالكم والتحفيزات ديالكم. كنشكركم بزاف على المتابعه، وكنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم الاعجاب ديالكم،
ونهاركم مبروك، بسلامه.